نجمة تودعنا رحيل ماجي سميث. العالم في حداد، لقد انطفأ نور ساطع تاركاً وراءه إرثاً لا ينسى. غادرتنا سيدة المسرح والشاشة الأسطورة ماجي سميث، كانت رمزاً للفن والإبداع. رحيلها ترك فراغاً في قلوب الملايين، مشاعر الحزن والاحترام تتدفق من كل مكان. نتذكر تألقها وروحها المرحة وموهبتها التي لا مثيل لها، كانت تجلب الفرح لكل من حولها. لقد كانت قوة طبيعية، رمزاً حقيقياً. حضورها كان يملأ المكان. سيستمر إرث ماجي سميث في إلهام الأجيال القادمة. تأثيرها على الفنانين الشباب لا يقدر بثمن. إن تأثيرها على السينما والمسرح البريطاني لا يقاس. لقد أثرت الجماهير لعقود وأثرت في حياتهم. من أدوار شكسبير إلى شخصيات محبوبة مثل الأستاذة مكجوناجال، كانت دائماً في قمة الأداء. جسدت كل دور بنعمة وقوة، كانت تجلب الحياة لكل شخصية. أضاء حضور ماجي سميث المسرح والشاشة، لن ننساها أبداً وستظل في قلوبنا دائماً. شرارة مبكرة من المسرح إلى الشاشة. بدأت رحلة ماجي سميث على خشبة المسرح. ولدت عام 1944 وكانت موهبتها واضحة منذ صغرها. تدربت في مدرسة مسرح إكسفورد بلاي هاوس وصقلت مهاراتها. شهدت مسيرتها المبكرة تألقها في العديد من الإنتاجات. لم يكن من الممكن احتواء موهبتها. انتقلت بسلاسة إلى الشاشة الكبيرة في الخمسينيات من القرن الماضي. شكل ظهورها السينمائي الأول بداية مسيرة مهنية لامعة. تجاوزت موهبة سميث كل الحدود. خطفت الأنظار سواء على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا. كان حضورها ساحراً يجذب الجماهير إليها. كوكبة متألقة، الجوائز والتكريمات. لم يمر تألق ماجي سميث مرور الكرام، فقد حصدت طوال مسيرتها المهنية كنزاً من الجوائز والأوسمة. زينتها جائزتان للأوسكار شهادة على موهبتها الاستثنائية. حصلت على 6 ترشيحات مما يدل على تمييزها المستمر، وتضم خزانتها مجموعة من الجوائز المرموقة، جوائز بافتا وجوائز جولدن جلوب وجوائز توني، كلها بمثابة تقدير لفنية أدائها. أصبح اسم ماجي سميث مرادفاً للتمييز، وقد وضعت عروضها معياراً للممثلين الطموحين في جميع أنحاء العالم. لقد كانت سيدة حقيقية في مجالها. الشاشة الفضية تنادي أدوار سينمائية مميزة. ماجي سميث، أيقونة السينما العالمية، تركت بصمة لا تمحى في تاريخ الأفلام. قائمة أفلام ماجي سميث تشبه أبرز أحداث تاريخ السينما. من The Prime of Miss Jean Brody إلى هاري بوتر، كل دور كان له تأثيره الخاص. فمن الأعمال الدرامية التاريخية إلى الأعمال الكلاسيكية المعاصرة، زينت كل فيلم بحضورها. كانت تجلب الحياة لكل شخصية تجسدها. A Room with a View و Gosford Park هما فقط مثالين على براعتها. The Best Exotic Marigold Hotel، هذه ليست سوى أمثلة قليلة على عروضها الآسرة. كل فيلم كان له طابعه الخاص بفضل أدائها. كان نطاق أدوارها لا مثيل له. من الكوميديا إلى الدراما، كانت تتقن كل نوع. كانت قادرة على تصوير القوة والضعف بنفس القدر من التألق. كانت تجسد الشخصيات بعمق وإحساس. لم تكن شخصيات سميث أحادية البورد أبداً، كانت دائماً متعددة الأبعاد ومعقدة. لقد غرستها بالعمق والتعقيد، مما جعلها شخصيات لا تنسى. كانت تترك بصمة في كل دور. وجدت عروضها صدى لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم. كانت تجذب القلوب وتلهم العقول. الأفضل في هوجورتس، الأستاذة مكجوناجال. بالنسبة لجيل كامل، كانت ماجي سميث هي الأستاذة ماينيرفا مكجوناجل. أسرت شخصيتها الصارمة والعادلة كرئيسة منزل جريفندور في سلسلة هاري بوتر قلوب الملايين. جلبت سميث ذكائها وجاذبيتها المميزة إلى الدور. أصبحت جزءاً لا يتجزأ من السلسلة المحبوبة. أحب الأطفال والكبار على حد سواء تجسيدها للساحرة الشهيرة. أصبحت الأستاذة مكجوناجل رمزاً للقوة والحكمة والولاء الذي لا يتزعزع. وأضاف أداء سميث طبقة أخرى من السحر إلى عالم السحرة.
كان وجودها على الشاشة بمثابة هدية للجماهير في جميع أنحاء العالم. سيدة داونتون أبي الكبيرة. شهد مسلسل داونتون أبي سيطرة ماجي سميث المطلقة بدورها ككونتيسة غرانثام، وقد وفر ذكاؤها الحاد وتوقيتها المثالي ترفيهاً لا نهاية له، أكسبها الدور جحافلاً من المعجبين الجدد. كان تصوير سميث للأم الأرستقراطية فكاهياً ومؤثراً في نفس الوقت. أصبحت عباراتها المقتضبة أسطورية، يقتبسها ويشاركها المعجبون في جميع أنحاء العالم. كانت قدرة سميث على إلقاء حتى أكثر العبارات حدة بتوقيت كوميدي مثالي لا مثيل لها. لقد جلبت سحراً فريداً للدور، مما عزز مكانتها ككنز وطني. إرث من نار، تتدفق عبارات الرثاء. أثار نبأ وفاة ماجي سميث موجة صدمة في صناعة الترفيه، حيث كانت رمزاً للعديد من الأجيال. تدفقت عبارات الرثاء من زملائها الممثلين والمخرجين والمعجبين على حد سواء، معبرين عن حزنهم العميق. يتذكرون احترافيتها وكرمها وتفانيها الذي لا يتزعزع في حرفتها، وكيف كانت تلهم الجميع. ووصفها دانيال رادكليف، زميلها في بطولة هاري بوتر، بأنها واحدة من أطرف الأشخاص الذين قابلهم على الإطلاق، وأنها كانت دائماً داعمة. ووصفتها السيدة هيلين ميرين بأنها عملاقة المسرح والشاشة، مشيدة بموهبتها الفذة. ترسم هذه الإشادات القلبية صورة لامرأة تحظى باحترام وحب كبيرين من قبل أقرانها، وتترك إرثاً لا ينسى. إنها شهادة على التأثير الذي أحدثته على من حولها، وكيف ستظل ذكراها خالدة في قلوب الجميع. معارك خاضتها بنعمة السرطان وما بعده. وراء الابتسامة المبهرة والذكاء الحاد، واجهت ماجي سميث معاركاً شخصياً بقوة هادئة. لقد قابلت معركتها ضد سرطان الثدي في أوائل العقد الأول من القرن 21 بنفس العزيمة التي جلبتها إلى حرفتها. واصلت العمل خلال فترة علاجها، مما يدل على صلابتها. نادراً ما تحدثت سميث علناً عن صراعاتها. لقد واجهت الشدائد بنعمة وكرامة، واختارت التركيز على عملها وعائلتها. ألهمت قوتها وصمودها الكثيرين، مما يثبت أنه حتى في مواجهة التحديات يمكن قيادة مسرح الحياة بنعمة. رمز خالد، جاذبية سميث الدائمة. ما الذي كان يجذب الجماهير إلى ماجي سميث لعقود؟ هل كان توقيتها الكوميدي الذي لا تشوبه شائبة؟ أم قدرتها على نقل عالم من العاطفة بنظرة واحدة؟ أم ربما كان تفانيها الذي لا يتزعزع في حرفتها، ساعية دائماً لتحقيق التمييز في كل دور؟ ربما كان مزيجاً من كل هذه الأشياء. تمتعت ماجي سميث بنوع نادر من النجومية، وجاذبياً جذبت الجماهير وأبقتهم مفتونين. لقد كانت شخصياً أصلية حقيقية، رمزاً سيستمر إرثه في الإلهام والترفيه لأجيال قادمة. إلهام للأجيال، تأثير دائم. يمتد تأثير ماجي سميث إلى ما هو أبعد من مسيرتها السينمائية وعروضها المسرحية الرائعة. لقد ألهمت عدداً لا يحصى من الممثلين الطموحين بموهبتها وأخلاقيات عملها والتزامها الراسخ بحرفتها. لقد كانت قدوة للشابات، مما يثبت أن العمر ليس عائقاً أمام النجاح أو الطموح. سيبقى إرثها من خلال عملها، مما يلهم الأجيال القادمة على متابعة شغفهم بنفس التفاني والشجاعة. إن تأثير ماجي سميث على عالم التمثيل لا يقاس. لقد وضعت معياراً للتمييز سيظل موضع إعجاب ومحاكاة لسنوات قادمة. الستار الأخير، وداعاً أخيراً. لقد سقط الستار الأخير. السيدة ماجي سميث، أسطورة عصرنا، ألقت تحيتها الأخيرة. سنفتقد ذكائها وموهبتها.